نبيل يمكن النهارده كان الجميل ان المباراه كانت مش وان سايد جيم زي ما توقعناها، او مش توقعناها زي ما توقع البعض، ان المباراه ممكن يبقى نادي سبورتنج يعني مسلم او يعني خلاص فقد او يأس من النتيجه، ولكن قاتل حتى النهايه، وده اللي خلى المباراه شكلها حلو وخلى المكسب كمان شكله حلو. والمباراه النهارده كانت قتاليه جامد جدا بالنسبه للفرقتين. سبورتنج يعني دي ممكن تكون احسن مباراه عملها كروح وكقتال في الملعب، والاهلي تمسك بالفوز لغايه النهايه وقاتل لغايه اخر ثانيه ان هو يحقق المكسب والدوري العام. بالرغم من المباراه راحت الاكسترا تايم يعني، وكابتن وائل جمعه كمان اهو في المشهد بيأزر يعني نجمات الفريق، ودي يعني حاجه اكيد جميله يعني. خلاص الالعاب الجماعيه والالعاب الاخرى بقت متابعه بشكل جيد من كل الجماهير، وفي نفس الوقت متابعه من يعني نجوم الكبار. كابتن وائل جمعه طبعا وجوده في القاهره استغل وجوده وتواجد مع الفريق وبيدعمه، اكيد حاجه طبعا تسعدنا بشكل كبير، والاهتمام والوعي اللي حاصل الفتره الاخيره بالالعاب الاخرى. ويمكن سبب ده الرئيسي وهو ان النادي الاهلي الحقيقه اصبح ليه فرق قويه جدا في هذه الالعاب، منافس قوي وفائز بعدد بطولات كثيره، يمكن حتى الان على يعني حسابي انا 17 بطوله دخلوا دولاب النادي الاهلي في الالعاب الاخرى، سواء سله طايره يد رجال وسيدات، ويتبقى بطوله وحيده الا وهي بطوله الدوري للرجال زي ما وضحت، واللي هتنطلق ان شاء الله يوم 6 على استاد القاهره، ونتمنى ان شاء الله الفوز عشان تكون اخر بطوله او يكون ختامها مسك باذن الله. زي ما حضراتكم شايفين في ارض الملعب يعني الاستعداد للتتويج، تتويج ملكات كره السله بالفوز بالدوري رقم 26 والمرة الثانية على التوالي. الحقيقة دوري وكأس السنة اللي فاتت ودوري وكأس هذا الموسم ده بيأكد ريادة هذا الفريق. ولا ننسى أبدا أن مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب وفر الكثير لهذا الفريق من خلال إدارة النشاط الرياضي طبعا برئاسة الكابتن خالد العوضي، اللي وفر للفريق كل شيء، المحترفين والمحترفات طبعا، أو المحترفة اللي مع النادي الأهلي تم تغييرها في وسط الموسم يعني حسب رغبة كابتن طارق خيري، والتدعيم بصفقات كثيرة. يمكن النهاردة نادين ورنيم الجداوي ومرال أشرف هي يعني بكورة صفقات يعني الفريق في الفترة الأخيرة كدعم من مجلس الإدارة، وفريدة وائل مش عايز أنسى حد، ويارا أسامة، كل دي صفقات جديدة، وتمارا نادر السيد، كل اللاعبات اللي موجودين النهاردة هم يعني من دعم مجلس الإدارة والنشاط الرياضي لهذا الفريق. خلينا نروح